من ضمنها أخوان متصارمان ثلاثة لا يدخلون الجنة، من ضمنها عاق لوالدي وأخوان متصارمان. يقول لا يدخلون أبدا، يقول الله دعوهما حتى يصطلحا، لا ترتفع صلاتهما فوق رأسيهما شبرا، حتى الصيام، حتى الصيام كل ما يقبل إلى أن يتصالحا. فتأمل لما أنت تكون السبب في إصلاح ذات البين، أعرف ماذا لك عن يوم القيامة. فإصلاح ذات البين من العبادات الجليلة. ومن أجل هذا الصدود والهجر يعني أنت إليك إذا مهما أشأت إليك، أنت عندك فرصة 3 أيام. لا يجوز أن يهجر المؤمن وأخاه فوق 3، وبعدين يلتقيان فيعرض هذا يعرض هذا، لا تقبل لكم صلاة. وخيرهما لا تقبل لكم صلاة. نعم. يقول دعوهما حتى يصطلحا. وخيرهما كما في الحديث الذي يبدأ. بالسلام. هذاك يعني يلبي ما طلب منه هذا، فالأجر ثلثاه لهذا الذي بدأ بالصلح، قال السلام يا فلان عليك سامحنا وكذا، لأنه فيها شوية تأتي على نفسك، يعني فيها تواضع وفيها زجر للنفس، ما يستاهل. وأنت تفعل هذا لوجه الله، يوم القيامة أنت لك مكان ومكانة إن شاء الله.